هلا نشكر الهلال الأحمر الجزائري على المجهودات اللي جبر اللي يقوم بها، وخاصة الشباب المتطوعين يعني يقوموا بعمل جبار بارك الله فيه، والعملية متواصلة، احنا متواصلين منذ الأزمة هذه، وإن شاء الله تفوت هذه الأزمة علينا بردا وسلاما. مرة أخرى يتضامن تجار الذهب لولاية معسكر في تقديم مساعدات غذائية لفائدة المعوزين والفقراء، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر فرع ولاية معسكر ستصل هذه المساعدات لذويها ومحتاجيها في القرى والمداشر. بمناسبة هذا الشهر العظيم يتقدم ديوان الترقية والتسهيل العقاري مع التنسيق مع الهلال الأحمر بمساعدة قدرها 1000 قفة لهذا الشهر الكريم للمعوزين، وهذا بالتعليمات التي قدمها السيد المدير العام لديوان الترقية والتسهيل العقاري. نشكر جمعية الصياغين اللي في كل مرة راهم يجيبوا لنا إعانة للمحتاجين في المناطق النائية، وهذا وشي هذا حضروا فيه وكانوا معنا في المناطق النائية، وهم مشكورين الشكر الجزيل.